أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن العديد من الفعاليات المتنوعة للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك في مختلف مناطق مملكة البحرين، وقد شهدت الفعاليات في يومها الأول إقبالا كثيفا من قبل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة. وللمزيد حول هذه الفعاليات معنا عبر الهاتف السيدة نورة القعود، رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. مرحبا بك أستاذة نورة في نشرة الثالثة، وهل وضحت لنا أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات المتنوعة في البحرين بالإضافة إلى أبرز هذه الفعاليات؟ السلام عليكم، وكل عام وانتم بألف خير، ونشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة. في الحقيقة أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تقوم بالعديد من الفعاليات المتنوعة، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك. طبعا بعد عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها، انطلقت العديد من البرامج الترفيهية للجمهور كالعروض الترفيهية والحفلات الغنائية اللي تندرج تحت مظلة الهيئة أو من قبل جهات عامة وخاصة اللي الهيئة تقوم بدورها أنها تروج لها إقليميا. من الفعاليات خلال العيد أيضا مسرحية يا أني يا بطة الجزء الثاني، واللي تعرض على خشبة مسرح الصالة الثقافية، وأيضا من الفعاليات الغنائية اللي تستضيفها مملكة البحرين على مسرح الدانا هي حفلة الفنانة أحلام اللي اليوم ستقام، وأيضا تليها بعد 9 أيام حفلة فنان العرب محمد عبدو. وأيضا توجد فعاليات متنوعة في الووتر جاردن وبوليفارد البحرين وحديقة المحرق الكبرى ومهرجان العيد في مراسي البحرين ومهرجان متكامل في منتزه عين عذاري. بالنسبة للفعاليات اللي تم تنظيمها من قبل الهيئة، فهناك عروض ترفيهية وموسيقية متنوعة طوال أيام عيد الفطر المبارك، وتقام في المجمعات بالتعاون مع الهوان ومجمع دلمونيا والأفينيوز ومجمع سيف. طبعا كل هاي الفعاليات وأكثر ممكن للمواطنين والمقيمين والسواح أنهم يطلعون عليها من خلال منصة الفعاليات في البحرين كالندر بي اتش. هيئة البحرين للسياحة والمعارض يعني احنا نعمل بشكل متواصل على الترويج للفعاليات في المملكة اللي تجذب أكبر قدر من السياح وتعزز من مكانة البحرين كمركز سياحي مهم على مستوى المنطقة والعالم، كما نحرص أيضا على زيادة إسهام القطاع السياحي في اقتصاد مملكة البحرين. نعم، نورة القعود رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك.